في هذه اللحظات نحاور القلوب التي عانقت الذكريات، تلك الذكريات التي لا تحسب جزءا من ماضي مر عبر عبورا كالأيام، ولكنها طبعت آثارا خالدة متوقدة للأجيال القادمة، ورسمت طريقا شامخا لطالبي الحرية والكرامة والعزة على جبين التأريخ. لا نستذكر اللحظات لنذرف دموعا، وإنما لنشعل نبراسا وشعلة تحيي روح الصمود والعنفوان من صميم الأفئدة التي قدمت فلذات أكبادها قرابين للدين والكرامة. نستقبل والد الشهيد علي السنقيس، حفوه بالصلاة على محمد وآل محمد. ونستقبل أخ الشهيد سامي، حفوه بالصلاة على محمد وآل محمد. في البداية طبعا احنا الآن أمام جبلين من الصبر والصمود. طبعا موجود بيننا والد الشهيد عباس السميع، حاضر وإن شاء الله يشاركنا بكل ما لديه. طبعا بالنسبة إلى أخينا الشهيد الراحل علي، يعني يبدو من خلال ما تتبعناه في الأخبار أنك كوالد كنت لصيق بولدك الشهيد، وكذلك يعني تبدو أن العلاقة قوية بينك وبينه، فما سر هذه العلاقة؟ والله ما أدري، يعني أحس أنه صديق وأخو وفي نفس الوقت ولد. سبب علاقتي وياه كان دائما كله معاي، من هو صغير دائما معاي إلى حد ما وصل يعني لعمر شوية حب إنه يفترق شوي. استقل نوعا ما. نستقل نوعا ما، لأن أنا كنت دائما ذيك الفترة كنت في دائما في ماتم كربابات، وهو دائما معاي في ذي الفترة، وحب إنه يرجع إلى ديرته فيكون شيء إلى نفسه. سوى في جية تهني، سوى مضيف، ما زال المضيف موجود يعني. نعم. استقر لحاله. فكانت علاقتك تربط علاقة قوية جدا. علاقة قوية. ما كان ساعات، بعض الأحيان ساعات خوك، يعني بكلمة خوك مو أبوي. نعم. إيه. وحتى لما كان يعني فارق وكان في المعتقل، اتصالاته أبوك شلون كانت؟ طبعا كانت يعني وش أقول لك؟ يعني اتصالات بقشمرة، يقشمر دائما بالقشمرة، هو طبيعته هالشكل. علي كان دائما قشمرة معاي. نعم. طبعا احنا بعد نشوف الاخ ماهر، نشوف ان سامي الشهيد سامي رحمة الله عليه، يعني تبدو دائما البسمة عليه، حتى انتشر الى يعني فيديو يبتسم فيه بعد الافراج عنه، وابتسامته كانت واضحة، ومن خلال المتابعات إلى الشهيد يتبين أنه يعني يحب المزاح مع الآخرين وشعبي يعني. فممكن تحدثنا لو ببساطة بشيء بسيط عن الشهيد. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. بالنسبة لسامي يعني كان يتيم، لأن حين الوالد متوفى تقريبا 20 سنة، فأنا أكبر منه بسنة واحدة. يمكن يفكرون الناس أنه هو أكبر مني والله شيء، فأنا أكبر منه بسنة. فبالنسبة لسامي يعني واجد حنون وطيب وكريم، وهو يعني وشنو يعني أخو، يعني في كل شيء، من كل شيء معتبرني يعني أخوي أبوي، كل شيء يعني معاه في كل شيء يعني. كانت يعني إياه يعني كله معاه يعني وين ما أروح كله معاه قبل.
شلون ما كان مع شباب القرية؟ يبتسم وطيب وحنون، يعرفونه الشباب واجد يعرفونه. كنت يانا موقف كان هو يسوي له ذا صنادق ما صنادق وده، فكان موقف ياي احنا طابقنا ثلاثة طابق تقريبا المنزل، فشنو سوى له صندقة تقريبا كذي كبيرة زينة قال لي خل نحملها اخوك نوديها فوق الطابق الفالف. فشنو حاولنا نشيلها ما راحت فوق نزل لان المحل شوي ضيق. ردنا الزمان ما حاولنا قال لي اخوك ليش ما نجيب خيط وحبال ونرفعها. نزل قال لي يعني نحاول فكرنا قلت له ما عليه. جبنا كم من واحد ربطناها بخيط وده، فطاحت من فوق الطابق الثاني طاحت في الارض. قام يقول اوهو، قلت له وش يسوي اخوك؟ اللي يقول لي وش نسوي بعد؟ يقول لي من وقت هذه من وقت سنابس يعرفونها يعني شنو، لان حاولنا طاحت من فوق. قال لي انا تعبان على هذه الصندقه، صار لي اسبوع اسهر عليها واسهر عليها واخر شيء طاحت من فوق. قلت له وش دفعت بلا فيعني يعني مواقف واجد كانت اياه. نعم احسنت. بالنسبه للشهيد علي السنقيس، يعني بعد لاحظنا ان الى علاقه خاصه بالقاسم، صحيح هذا شنو السر؟ السر انه انا مثل ما قلت لك تفضلت قبل شوي، كان في ماتم كربابات دائما وياي مشاركات، فكان يختارونه هو يمثل دور القاسم، يمكن سنتين او ثلاث سنوات على التوالي هو يمثل دور القاسم. فبعدين ما كبر شوي قال لا روح السنابس. وكان يعني من اللي يحبون دائما يعني القاسم في دور القاسم، حتى كان في كلامه بعض الكلمات قال انا اذا استشهد ام بهادي زفوني بزفة القاسم. نعم يستاهل. انتقل الى اخينا ماهر. بالنسبه الى علي، بالنسبه الى سامي، يعني هو منحدر من عائله كريمه وفي نفس الوقت ذات دخل محدود، يعني خلنا نقول يعني ان الحاله الماديه ضعيفه جدا. فهل اثرت على سلوك سامي يعني من خراطه في العمل؟ لا والله هو معروف يعني في السنابس ومناطق وده انه هو نجار، يحب الطيور ما طيور ويسوي صنادق ما صنادق محاكر ويبيع وده. يعني ما قعد يعني سوى له واجد يعني اللي هو صنادق معروفه كل الفريق سنابس وده يعرفونه يعني انه حكم انه نجار يعني حكم انه نجار ويسوي صنادق ومحاكر ويحب الطيور واجد يعني يعني واجد يحب الطيور، فكان يمشي اموره بهذه نعم. طيب انتقل الى الشهيد عباس رحمه الله عليه. الشهيد عباس من الامور التي هو معروف عنها او معروف بها، كان الشهيد عباس رحمه الله عطوفا هادئ الطبع شديد التواضع محبا للخير، وابتسامته لا تفارق شفتاه. فقد كان بارا بوالديه واصلا رحمه ملتزما بصلاته وعبادته، وصوته الهادئ الشجي يسمع من خلف باب غرفته عندما يحن الليل. ارتباط بالعبادة، يعني والد الشهيد عباس رغم التأثر الذي ينتابكم، ولكن لا بأس لو تفيدنا في هذا المجال بكلمة. لا بأس أن نتحدث عنه. والأستاذ طبعا الأستاذ عباس الشهيد عباس السميع طبعا معروف من خلال سيرته ومن خلال الكثير ممن يعرفونه أنه إنسان مثقف وواعي ومؤمن وعامل في الحقل الديني، ونذر نفسه للعمل في سبيل الله عز وجل. أرجع إلى المحور الثاني من محطتنا
وهو بالنسبة إلى الشهداء، طبعا بدأت تتسرب في ما قبل 15 يناير قبل يوم الإعدام تقريبا، بدأت تتسرب أخبار عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن إعدام الشهداء. بالنسبة لكم كعوائل، كيف تلقيتم هذه الأخبار أو الشائعات؟ سمعتونها يعني؟ إحنا سمعنا هذه الأخبار بس ما كانت صحيحة، لأن كان مو كل شيء تسمع على الواتساب أو شيء تصدقه. نعم. يعني حتى يوم ما اتصلوا بي قالوا لي في يعني ليك زيارة استثنائية، فأنا في الاتصال قلت اليوم سبت شلون؟ قال لا بس إحنا نبى نعطيكم زيارة. قلت أوكي خير، أنا بتأكد هذه الزيارة تم المخ هني شوي يعني مثل ما تقول خوف. إذا كانت الزيارة فقط إلى علي السنجيس الحمد لله، أما إذا كانت إلى ثلاث العوائل هني خلاص ابتدى الخوف. فاتصلت بأم عباس، طلع صح. اتصلنا بأم سامي، طلع الكلام نفس الشيء. الساعة 4 احنا، الساعة 1، الساعة 2:30 هني في النهار طبعا ابتديت الخوف. طبعا هذا يوم السبت، فبعد عندي أمل إلى ليلة الأحد، كان عندي أمل إن ما يصير هذا الشيء. وأنا قاعد الصبح قلت إن شاء الله متى أنتظر أجي صلاة الظهر، إذا جت صلاة الظهر وما في خبر أقول الحمد لله. لكن سبحان الله جت الساعة 9 وجاني الخبر. نعم. وهذه الاتصال اللي جاكم، اللي جاكم يعني جاء من وزارة الداخلية مثلا أو من المعنيين، أو جاء من مثلا من معمم أو من شخصية أخرى؟ لا طبعا جانا من سجن جو، لأن عندي أنا كان مسيف سجن جو معروف بالرقم، فالخبر جاني من سجن جو إنهم تعال مقبرة أم الحسن. يعني الاتصال كان يطلب منكم الذهاب إلى مقبرة أم الحصم. إيه نعم. يعني مو إلى مركز آخر أو إلى مكان. لا آخر. لا لا سيدة. نعم. مقبرة أم الحصم استلم الجثة. نعم. خلنا قبل هذا اليوم، التسريبات اللي وصلتكم في البداية يوم 15 قبل الإعدام، هذه التسريبات هل وصلتكم يعني هل كان في اتصال بينكم وبين أبنائكم؟ لا طبعا ما كان في اتصال، بس في كانت زيارة احنا قبل. لا قبل الزيارة بعد ما كان في اتصال. لا ما كان في اتصال في الزيارة. طيب الأخ ماهر رحت الزيارة، انت حضرت؟ منير. آسف منير، شلون كانت الزيارة؟ نفس ما قال أبو علي، نفس ما قال يعني اتصلوا لنا قالوا لنا تعالوا زيارة لسامي نفس الوقت، نفس الوقت حددوا يعني وقت اللي احنا الساعة تقريبا 1:02 و4 ورحنا الزيارة. يعني وكان يوم نروح احنا الزيارة يوم السبت، انا والوالدة وخواتي يعني حددوا اشخاص، يعني لا هو ولد اختي ولا ولد عمي، يعني اخ الا هو. اتصلوا وقالوا اخوانا منير وجاسم وعباس، وكان حسن مجود بس، وخواته الكبار بس يعني اعداد بس، والوالدة. فرحنا احنا يوم السبت زياره، يعني ما يعني ما يدش الموضوع، وهو ما يدش الموضوع يعني تعالوا زياره لسامي. ويوم نروح جيوش مجيشه، جيوش مجيشه الله يعزك، كلاب برا شافوا كلاب، كلاب برا مخليين، وجيوش مجيشه هناك خلونا بروحنا، ودونا لو انا والوالده واخواني وخواتي، دخلونا في كابينه، كابينة داخل تفتيش ما تفتيش، وده الله يعزك النعلة داخل الأجهزة وما يشينوا، إحنا ما ندري يعني شنو. بعدين عقب التفتيش وده جابوا لنا باص، أخذوا بطايقنا وقالوا لنا روحوا تمشوا، وهم ركبونا في الباص قاموا يتمشى الباص، وقدام فيه اللي هو رنج ما يشينوا ورا رنج محاوط الباص، ويمشي الباص ودش أنا داخل، فشفت الغرفة سامي
رحمة الله على جميع الشهداء. في الزيارة. في الزيارة يوم السبت. هل كان هو يعلم يعلم ب ب بأنها الزيارة؟ طبعًا ما يعلم. أول ما دشيت أنا الغرفة، أنا والوالدة وخواتي دشيت الغرفة، سامي قال لي تعال منير خوك، هو كل يسميني خوك، خوك تعال خوك، جيت قاعد تحتي، أنا مبكت تحتي، قعدني تحته وفي سوالف وده وضحك. أنا عمري فلافة، أنا عمري في حين فلافة وأربعين سنة، سامي عمره 42 سنة، في طالع في حياتي ما ضحكت من قلبي، من قلبي يعني شفت دا إنسان يضحك من قلبه، دمع عيونه يعور بطنه وده من قلبه يعني ضحك يعني ضحك من قلبي، والله شاهد علي وحق الليلة. بسبب شاهد يعني الكلام ضحك يا يتكلم يا يضحك، حتى البيت شاهدين وأخواني شاهدين والدة شاهدة علي يضحك ضحك ويتقشمر يانا قشمره ومستانس نفسيته ما أدري شنو يعني، وبعد يقول أنا ما أدري أنا ما شفت الاثنين حامليني وتصوير وناس وكاميرات وضباط وحامليني وقالوا لي دش دي الغرفة قعد. يقول أنا ما أدري شنو يعني مصيري، ونفس الشيء إحنا بعد ما أدري شنو يعني الموضوع ده. نعم. وش قال كلمة واحدة يعني، بعدين جلنا ضابط داخل الغرفة هذه قال يقول ضابط عندكم 5 دقائق خلاص، آخر شيء 5 دقائق عندكم اللي هو تتكلمون مع سامي زين، اللي يقول لنا يلا سامي يقول لنا زين خلاص وده لا تخافون ده، بس أنا عندي شيء واحد أنا مو خايف علي، خايف على هالوردة هذه هالقمر دي اللي هي من هي أم سامي والدتي، قال يعني مو خايف علي خايف على هالقمر هالوردتي، إذا الله رايد يقول بطلع مرفوع الرأس، وإذا الله رايد بموت مرفوع الرأس، هو يقول كذي يعني يا سبحان الله يعني والله شاهد علينا يعني والله شاهد. هل كان في توقع بالنسبة إلى عائلة الشهيد علي السنقيس يعني، هل وكل العوائل طبعا، هل كان في هناك توقعات بأن الإعدام سينفذ من خلال الزيارة أو كان تحليل أو شيء، أو هل تكلمتم في الزيارة بخصوص هذا الموضوع؟ طبعا في يعني حسينا ان في هذه خلاص اخر زياره، وكانت الام اكثر عندها شك، انا كان عندي شوي ها اقول يعني 99% بس الام لا حساس. الام عندها احساس ان هي هذه اخر زياره، حتى هي من وراي انا ساسرت قالت لي بابا شكلها اخر زياره عادي عنده، كان مبتسم قال انا خايف نفس الحكي اللي هذا قاله شو يسمونه منير، كان يقول لي انا خايف عليك انت، يقصدني اللي هو انا، يقول انا خايف عليك بس، يقول لا تفتكر فيا انا، وكان فعلا كانت الابتسامه في وجوههم ميم فارقه سبحان الله، يعني مو هو مفتكر في اي شيء، حتى هو حس عندما امه قالت لي حس اكثر، قال لا تخافون علي بس انا خايف عليك انت. يعني في هذه اللحظات رغم أن اللحظات صعبة جدا إلا أن الروحية عالية ومعنوياتهم كبيرة جدا. أنتقل إلى المحطة الثالثة، ليلة 15 يناير، ليلة 15 يناير ليلة كان الجميع مشغولا بالتسريبات وبإجراءات الزيارة الأخيرة، فهل سيتم تنفيذ حكم الإعدام أم لا؟ وهل هذه التسريبات صحيحة أم لا؟ في هذه الليلة وهي ليلة الأحد أوكلت لأحد المعممين أن يخبر الشهداء الثلاثة بتنفيذ الحكم واستلام وصاياهم، ماذا جرى في لقاء المعمم بالشهداء؟ شلون كان اللقاء؟ طبعا اول ما رحنا المقبره فكان الاسعاف موجود وثلاث الجثث في داخل الاسعاف، عرفنا ان الجثث ثلاثهم داخل الاسعاف، فاول شيء جاني انا اتصال، انا افتكرتها مقبره غير يعني، يمكن في ناس سمعوا حكي ان انا أبي مقبرة السنابس ومصر عليها صحيح. فلأن كانت ما كنت أدري إن في مقبرة اسمها أم الحصم يعني أو شيء، ما عندي خبر، بس بعدين عقب ما اتصل بي اللي هو الأخ عقيل، ويمكن أنا شوي عصبت واعتذرت منه، والشخص الثاني بعد نفس الشيء اعتذرت منهم الحمد لله رب العالمين، كانوا يبون الإذن للتغسيل
الشهداء. نعم. فقال أنا ما أقدر أسوي هذا الشيء. عند ما رحت يعني وعرفت هذا الكلام منه استأذنت من يعني اعتذرت منه وكل شيء وعطيته الإذن بالتغسيل. بس شو يسمونه قلت لي أوكي أنتم بتغسلون مشكلة. إنزين من اللي بيصلي؟ فتبهت فيه كان شخص أنا ما أعرفه طبعًا. قال لي أنا اللي بصلي عليهم. قلت له أنت من؟ زين قال أنا فلان. معمم كان؟ لا ما كان معمم. زين قال لي أنا فلان. أنا كنت ما أعرفه بس أخوي اللي أكبر مني عرفه. قال هذا فلان بن فلان. قلت له خير إن شاء الله. قلت له مو مشكلة. اللي بيغسلون أنا أوكي بس اللي بيصلي على ولدي مو أي شخص يصلي على ولدي. قال كيفك أنت؟ قلت له إيه. فكلمنا الضابط قلت له أنا أوكي. قبلنا بالمقبرة. قبلنا باللي يغسل بس اللي يصلي لا اسمح لي هذه ما أقبل بها. أبغي شخص أعرفه وأوثق فيه أنا. فقمنا باتصال والحمد لله رب العالمين اتصلنا بأحد المشايخ. زين وكان تأخر علينا فاضطرينا أن في ملة من البلاد ما أتذكر اسمه بعد رجال يعني أجودي والحمد لله ابتدى يصلي على الشهيد سامي. ابتدى أول واحد لأنه تأخر علينا فبديناه. فعقبها جاء الشيخ اللي احنا طلبناهم الحمد لله رب العالمين. صلوا على الشهيد علي السنقيس وصلوا على عباس ولقنوهم بدل ما يجي واحد جو اثنين والحمد لله رب العالمين لأن كنا احنا رجال قليلة النسبة حق نشيع والحمد لله. طيب هذا المعمم اللي التقى بالشهداء اللي التقى بالشهداء المعمم قعدتوا وياه؟ لا أنا ما قعدت معه بس سؤال. بس بعدين عقب ما خلصنا من التشييع أنا هذا الشيء ما عرفته. عقب ما خلصنا من التشييع وكل شيء عرفت أن هذا الشخص هو اللي لقنهم وهو اللي أخذ الوصايا وهو اللي أخذ كل شيء. أنا ما كنت أدري يوم في المقبرة ما كنت أدري بهذا الشيء. هذه بعدين تسربت الأخبار بأنه هو اللي أخذ الوصايا وهو اللي لقنهم وهو اللي استغفر الله أخذ شو اسمه شنو يقول منير؟ وش أنا سمعت بدوني يعني أنه يتكلم يا واحدة نسيبة عباس بالتختمة اللي هي يقول لها تقول لها يعني شلون عن الوصية؟ أنا كنت قاعد يعني على ركبتي كذي قاعد تقول لها شنو عن الوصية؟ لا يقول لها الوصية مكتوبة وبارزة وكل شيء موجودة عندي لا تخافين لا تخافين. قد شاهد بعد علي أبو الشهيد عباس هناك كان موجود. إنزين فقال لها والله بحق فاطمة الزهرة أم الحسن أجيبها ليش هذه الحلفة تهز الجباية. ده واحد شيعي يعني يعتقد بها وده أكيد 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 يعني يقول لا هذه حلفة عظيمة مو حلفة يعني واحد. لا هو قال لكم أن في وصايا في وصايا مكتوبة مكتوبة وموجودة عندي. قالت لها جيبها. قالت له جيب جيب تقول له تقول له جيب قال موجودة عندي بس مو هني موجودة عندي هناك. لا فقط للشهيد سامي أو لكل الشهداء فلافتهم لأن سامي بالنسبة ما يعرف يكتب ولا يقرأ بس شنو قال له وهو يكتب قال له يعني قبل لا هذا وصية وهو كتب وصية. نعم. قال لهم وهو يكتب 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 موجودة عنده له لحد الآن ما سلمكم إياها للحين ما سلمناهم ولا شيء واختفوا ما أدري وين راح في بربقو ما أدري وين المهم مالي صرفوا وياه يعني. طيب يعني نخلص بأن الوصايا التي كتبها الشهداء وسلموها ذلك المعمم لحد الآن لم يستلمها عوائل الشهداء لحد الآن لحد الحين ما حد استلم أي وصية وما زلنا نطالبه وما زلنا نطالبه وما زلتم نطالبه إلى يوم الدين ما نغفر له إلى يوم الدين. طيب هل عرفتون شيء من الوصايا؟ الوصايا ما تسرب لكم شيء ما عرفتون شيء؟ سمعنا يعني مثلا ان سامي ايه تفضل حسبنا الله ونعم الوكيل فيك هو قال لي سامي قبل لا يعدمون انا كتيا في الغرفه قال لي انا اذا جاني شخص
ده جاني الشخص قال لي من عدمك انا ده قال لي وش عندك كلام بتقول ما شنو وصيه شيء بقول انا حسبنا الله ونعم الوكيل فيك انت فيك انت عاد ما ادري يخص من يعني ده وش قصده يعني هو وعلى كلمه دي. عموما نصل الى المحطه الرابعه ليوم الاحد الفجيع. طبعا لما وصلكم الاتصال ورحتون المقبره يعني كان الوضع اعتقد الوضع يعني خلنا نصوره بانه وضع شجي جدا وحزين وتبدو عليه يعني ظلام الحالك في اعينكم ليس كذلك؟ هل كنتم يعني متصورين شيء بيكون في داخل المقبره؟ يعني هل كان في بالكم انه ستحدث مثلا منعكم مثلا من رؤيه ابنائكم مثلا او شيء او كانت الامور بتكون سهله جدا؟ هي كانت بتحصل هذا الشيء لان كنا احنا مصرين على السنابس فالدفن ما هو في السنابس. حاولنا قالوا لا مستحيل السنابس مستحيل يعني من رابع المستحيلات. فقلنا مقبرة الحورة. فقال مقبرة الحورة بعد الحين اليوم ما نقدر مستحيل. طلع اتضح ان في مقبرة الحورة في نفس اليوم في قتيل يعني سبحان الله. فجود اللي هو الاخ ابو عباس الشهيد والاخوان فقلت لهم شباب احنا الحين هذه المقبره انا افتكرتها مقبره مي الينا ولكن طلعت المقبره الحمد لله جماعتنا وفيها احد العلماء مدفون فيها. فقالوا ما فيها قبور واجد. هذا الحكي كان يحصل. قلت لهم ما عليه المقبره ما فيها احد قبور واجد زين يعني تبين ان المقبره ما فيها قبور واجد بس فيها احد العلماء وفيها كم من قبور. قلت لهم اليوم هذه المقبره ما فيها احد. الامام الحسين عليه السلام عندما دفنوه في الصحراء لكن الصحراء هذه اليوم شنو صارت؟ باكر انت ما تدري هذه المقبره اللي اليوم ما فيها الا كم قبر سبحان الله بكره يمكن تصير مقبره الشهداء وكل الشهداء بيكونوا فيها. نعم. وتصير لها مكانه. صحيح. طيب اطلب منكم الان كيف غسلتم وشيعتم ودفنتم الشهداء؟ حدثونا عما جرى في المقبره في التشييع. طبعا اول ما غسلنا سامي وشفنا فيه اللي هو الاربع رصاصات في القلب يعني وطالعه من الظهر. زين. فالمهم ابتدينا نغسله شوية كان سامي شوي صعب لأن نصف دم بكثرة غزير وتمينا مع سامي ساعتين وشوي سوبر جلو كارتون سوبر جلو ايه كارتون سوبر جلو طرش ساعتين وشوي بعد ساعتين وشوي حاول ما وقف قال ما في حل تجيبون سوبر جلو كارتون سوبر جلو. نعم. سبر قلوه حقي وقف الدم من اجل ان يلتحم الجير واخذ بعدين خيطوه بقى ما خيطوه انه ينزف الدم نزيف يعني غزير والله للاسف يعني ما مدى يعني تصور لانه نعم محاصر هناك بعد الدنيا. التغسيل للشهيد سامي من هو الثاني كان له بعدين الشهيد علي بعدين اللي هو الشهيد علي السنجاس. نعم. طبعا علي السنجاس كانت الرصاصات طالعة من الظهر بس في اتجاه يعني مثل ما تقول واحدة يمين واحدة يسار. سامي كانوا كلهم في مكان واحد أربعهم. علي الله يرحمه كانت أربع رصاصات كل واحدة في اتجاه ثاني. نعم. وبعدها عقب ما خلصنا من علي غسلنا الشهيد عباس. نعم. وكان عباس وسامي كان في جو حضور كم من واحد أما سامي يعني اللي شيعناه يمكن حوالي ستة أشخاص من الرجال طبعا ما في أحد كان معنا بس الحمد لله بعدين جو ولاد عم علي السنجيس ولاد خالته وكم من واحد حاولنا يعني بالغصب إن احنا يدخلهم بالبطايق مالهم وكل شيء بعدين دخلوا ويانا صارنا حوالي تقريبا حوالي 12 شخص شيعنا شهيد علي السنجيس وعباس.
وطبعا لما دفنوا الشهداء يعني هل كانت في مضايقات هناك او الامور سهله جدا؟ الامور هي طبيعية. ما اقول انها طبيعيه، بس منعوا اي شخص يدخل. طبعا التصوير هي المشكله صارت الينا في تغسيل سامي. قاموا الشباب صور 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 وطرش طرش الشباب طرشوا، وبعد الى هني اكتشفوا ان احنا صورنا شو اسمه. فقلنا لهم في تغسيل كان علي وعباس الله يرحمهم حاولوا لا تصورونا احتفظوا بده الين ما نطلع من المقبره، انشروا اللي بتنشروه. احسنتم. نصل وياكم ايها الاخوه الى نهايه هذه الفقره. نشكر الاخوان عوائل الشهداء والد الشهيد علي السنقيس واخ الشهيد سامي، وكذلك الشكر موصول الى والد الشهيد عباس السميع. وحتى نتعرف اكثر على الشهيد عباس السميع، كتبنا عنه بعض الشيء ايفاء ولو جزء بحقه للشهيد عباس. دوره البارز في مختلف المجالات، الا ان حبه وحرصه لاعلاء الدين جعل من التعليم الديني ومشروع تعليم الصلاة بالمنطقة هدفا رئيسيا له، فكان له ما يريد عن طريق الخدمة بمشروع تعليم الصلاة والقرآن الكريم. نأمل من الأخوة الحضور الانتظار، هناك على حسب ما أخبروني الأخوة مفاجأة في هذا الحفل، فانتظروا قليلا. هو مثال يحتذى به ونموذج حي للإصرار على تحدي الصعاب، فرغم الوضع المادي البسيط إلا أن الشهيد عباس خطى خطواته نحو إكمال دراسته الأكاديمية حتى تخرج وعمل في السلك التعليمي. كان الشهيد عباس نموذجا للشاب المؤمن الملتزم والإنسان الرسالي القدوة. رغم صغر سنه أحب الله فأحبه وأعطاه رفيع الدرجات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.